كريمك أسبوعا وحانو ختيني بقول يا سغاشن يا كو تشير أيا لدمي ويا أرضي راسو دمي سيدا الله نو شيغي هبلها تدهب بالا سينيه ما شاء الله إنما دنا حديبا دهبلو أنا كبه هور قادنا ديك جديد بابا يدين ديار سيدا الله شيغي كان لما بقول أو تشير إن كدو إن قران لغو ختيم ويا أرضي راسي ختيمان ويا هل كان كو ختيمان وبركة أسوهو يتي مؤسسه وبركه اسوهيته مقالده هرجيسه وحمانته لو سو غبغبيه كولان بلادن او دعاء كاسه القران الكريم كا كو دمهستريين 400 ارضي كولان كان بلادن او احمد سند كاستا مؤسسه افلح وقبطو ارضي القران كا دمهينيا ايا وها او حامد لو دعاينايي دلكا يي ددكا وحنا كولان كان بلادن او قبطي هول كا وين مؤسسه افلح وحانا كسو قيب غالي قدوم يهكو حيجينكا كوباد يقولها وكيلة سو مالن سعيد ميرا قيري اللبانا كاترسان قولها وكيلة دا قار كميدا علماء دا واوين دالكا مسؤوليين والدين مدنية مرتشرف قلي وحانا الكاسيو قورين كهالي معمول كاقودة مؤسسة دا أفلح شيخ سلطان نحمد معالين إبراهيم وحانو فافاهين كبيحيي وجيدة دا كلان كان يتاريخ قصافسان مؤسسة دا أفلح القرآن الكريم كأسبوعا وحان ختيني بقول يا سغاشن يا كو تشير أيا لدمي ويا أرضي راسو دميين ولوغو دعاينا يا دلكا يا ددكا يا دينتينا يا أمدينا دمان يا مسلمين تميلي تشوغانبا بقول إيو كو يا سغاشن وحان فيلا يا تاني يا حالي ما ننتركوبين إلى ساكا وحي كسو كرلي وأن يسد الرأي تركوب كي يجي قدام بي انت سومري لكن وكبدا يا زيادة كتيرتا تانية حالي تانية مانتا قرآن كي لآخرين إلهي وحان كبريا قرآن كا لخاتمي إيكا على بريغا نو آخريني انتبا إنو نو أقبلو مؤسسة دا أفلح وحينو فرني كون سغال بقول سغاشن يسيديد دي وحي مضحا كتيرتي لحي اللباتن سنو ودائما مؤسسة وشرتي مراحل كلا دوهم بيسو مرت وحا إلهي مهديا إن يكروا سعوتي ومالي بمالي تكدم بيسو وللآخرة خير لك من الأولى إلهي نقا أقبل عمل كان مرو كوبنا ويرا أيا شرتي ما أنتنا ولله الحمد أقسامت مؤسسة وإلى اللح قيبوض قيبت كوباد وقيبت روضة مؤسسة اللي قصوا باللابو قيبت اللباد وقيبت التحفيظ كأين إمي كتشوغنو قيبت صدحاد وقيبت إجازة إيا قيبت قراءاتك سكول دكسي هو صدح أي مؤسسة اللي هذا وحاكلو شرت قيبتي نظام الساعات ورنتي مقر كيدو إيا هاي سوقة ما يلبد أنك قشرتها أرضي ذا إدغتنا إياد إياد بدنهين إلا كن يشن بقوله أرضي أيادتك واوين والدين تأه أما ما أركتي مشغول كأه ندام السعادة إنه غفا إيديني مؤسسة عدد كذا قود إجمالي إنت وحدير جامعة ديني جامعة القرآن العظيم ورنتي إن لغردن أهل القرآن كنا شرف واه دل كنا شرف واه سقف واه دتك صوبحي مراها قروح لبدن إنه صوبحي عدد كإجمالي جاي مؤسسة قيبيه ذك لدوان لكتا وأفر كون يسداد بقول يصدن يسداد أرضي مركز جامع عدد اللي قدره وعشان كون يسداد أرضي يا عبد رنتي إنه فكرة ده دو بينو لنا لكن أمضى أردن بقى مؤسسة ده إنه جامع عدد يوحي أردن بله وكلا وحال كاسي هذا الكاس كتبقاتي مسؤولين تي كلا دويني دا كسو قيب غالي حفلة داسي ييغو ناردي دا كوهن بليه يددال كاي وصو غالين براشدا قرآن كا كريم كا ييغو ناسيزو كلا وجيدي دردار نكلا دوين فرحلوي لشرفوي بيتانا كسو قيب دارو مراسبة دا اي كنت خذوشي قرآن كريم كا فتوغالي مدر كاربي آديا طارو فرحصر هاي اي دراكي وذكبت اشي وحكروا فرحة الله وضعه
إلى مدة كومبو دمائية القرآن الكريم كابولا يقوم بسرعان الجهر وصلاة يا بركة يا دلقة يا عاصمة يا دلقة يا مسلمين هو يقال دو تعطيل هاي الهدو آدي أنا مهم تيكو مهتم يا مانورها مرصدة معلمين تيسا وحبدا ما كونها يتعرف المرصدة روتي سلوها مرصدة وحكستا عين الصومال دو هي روك عمر بساق بولو وارلو بيه قف كستا أوراق سوتها أو كاميرا اللي هي ملاذ كوتشيتها إلى هنا ترى صارتا وحسوا يا سلطان وحماك تروتي نكام ولا وحا شرف بينوتي رونتي وانا نكبل لنا إنا نرجل إنه قرب استأجنه لا تشوجنه مركز تقول لغو هذا الحياة ماشى قرآن كلغو هذا الحياة أنا نقول شو كنا قلنا وحن آدي آد وقوم هاد علينا يا مملكة runtii ardayda maanta qalin jabisay kuwoodii ugu sareeyay doonaya inay gudoonsiiyaan hadiyada qaaliya oo la tuso ardayda kale ee wadanka joogta meel kastoo ay joogaanba kelmadii ilaahay inay ka qiimo badan tahay oo waliba ka abaalmarin wanaagsan tahay kelmad kasto kale sida la ino sheegay hablaha dadaha baa la siinaya maasha Allah innamadana hadiiba dehablo aanay kaba hor qaadinna diga gaadiid baba idin diyaarsada la sheegay waxa intaas oo dhan ka sii qiimo badan oo la sheegay in umradana la idin qaadayo ardayga kaalinta labaad gala Allahu akbar ma wax ka wanaagsan ba inta jira ilaahay ha ka abaal mariyo inta garatayna anaguna qayb aanu idinka nahay waxa taariikhda ku cusub oo runtii warbixintii sheekha ku jirtay arin cusub oo aan hore loo arag oo intahayneen hoosta ka calaamadina taas waxa weeye in ardaydu ay halkan ku akhriyeen week gudahi oo ay ku khatimeen 200 oo jeer in ku dhaw 190 way hubaan inta siyaadada ana saaka lama tirin marka 200 oo jeer in ku dhaw in quraan lagu khatimo oo ardaydaasi khatimaan oo halkan ku khatimaan waa barako u soo hooyatay muassasada وبركه سهويتي مجالدة يطلق إلهي أنجا كسوق قيب قلنا إلهي بركة هذا النصي وحفظ قيمة بدن إلهي وحكبر يا إنه نقود درو حسناتك وأنت اللي بعهي هاي ميزانك حسناتك إلهي نقود درو أمين ده قرآن قيمه لي هاي كل يران ما يه والقدر ركسي هاي كرشة الله كرتنا واتك أنتي إن halkan maanta yani natiijadan timaado oo midahan yimaadaan ilaa waxaanu ka baraynaa sida uu noo fahamsiiyay inuu noogu garab galo wallahi nasiib baleedi aflah huna wa makanu tafawuq wi wa meesha laga duulo wi aflah wa meesha laga horumaro wi wa meesha laga horumaro wi wa garoonka cirka looga baxo wa dalayaarada halka laga raaco wi aflah nasiib baleedi nasiib ayaa leedi إلهي سبحانه وتعالى هيدن بركيه لبن نسيبه والليله وامده نسيبه الليله إنه أفلح بابد أردوتي ما شاء الله تبارك الله نسيب كان إنه والليله إنه الشيخي بوليدي فرية إيو رجل لمت كان أردت هذا شيء جهودك بحسي وحوين هبين إيا مالبا أتاقنات كتابك إلهي سبحانه وتعالى سيد أحفظي لهايان dadku waxyaabo badan bay ku mashquulsayeen iyagu ku mashquulay kitaabka Ilaahay subhanahu wa ta'ala idinkana Ilaahay waxaan idin weydiinayaa tacabka in Ilaahay subhanahu wa ta'ala uu idin xasiliyo aad baan ugu faraxsanahay 450 arday oo maanta Qur'aanka dhameeyay oo xaflad loo sameynayo aad iyo aad baan ugu faraxsanahay oo runtii shucuurkayga maanta aniguna ma xisaabin karo cid kale ana ma tirin karto aad bo shucuurkayga runtii u wanaagsan yahay anigu ka waalid ahaan hataawnahay waalidka ubadkooda halkan dhigtay maantana ay ku kamid yihiin kuwa qalin jabinaya waxaan leenahay ilaa aad iyo aad baan u faraxsanahay tareenkayagu aad iyo aad buu sareeyaa waxaynu hambalyeynaynaa ardayda faraha badan iyo macallimiinta laftooda qiraa'aadka khatimay dhammaantood waxaanu leenahay إلهي سبحانه وتعالى أبالكي ونكسنا أدوني آخربا
ugu tala galay qofka ahlul quraanka allah idin siiyo adduyadana waa maxay waa izza wa rifa aakhirana yuqalu li saahib alquraan iqra warqa ورتل كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها ومنظومة الدرة المضية كاملة من حفظهم كل منهم في مجلس واحد ومنظومة الفرائض الحسان في عد آي القرآن كاملة من حفظهم في مجلس واحد كما قرأوا علي منظومتي الجزرية وتحفة الأطفال كاملتين في مجلس واحد ولما أنست منهم الضبط والإتقان أجزتهم بما قرأوا علي قراءة وإقراء في أي مكان حلوا وأي قطر نزلوا بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤاً أحد كفؤاً أحد كفواً أحد كفؤاً أحد كفؤاً أحد كفؤاً أحد لا يكلف الله صدر الحوار كتلفزيون كاساب.